وللحديث مشاهدينا عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور ماهر فرغلي، خبير جماعات متشددة. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إلى أي حد الولايات المتحدة والفلبين قادرتان على منع تسلل المتشددين إلى الفلبين ومحاولة إيجاد موطئ قدم جديد لهم، خاصة بعد خسائرهم في العراق وسوريا؟ أنا أريد أن أؤكد على نقطة مهمة بداية قبل الإجابة عن هذا السؤال، وهي أن داعش في دولته المزعومة في الرقة وفي الموصل انهار تماما، والأسباب كالتالي: واحد هو الإرادة الدولية، الإرادة الإقليمية للقضاء على هذا التنظيم. ثانيا وقف التمويل والضغط على الدول الممولة التي كانت تمول هذا التنظيم سواء بالتمويل المباشر أو بالتمويل عبر دفع الفديات وغيرها. ثالثا الأمر الثالث وهو وقف عمليات التجنيد وعمليات ضم العناصر واستقطاب عناصر جديدة ومحاولة مجابهة أفكار ودعاية التنظيم الخبيثة والسيئة. هذه الأمور الثلاثة أعتقد أنها لو تم تطبيقها بنفس المنطق بنفس الطريقة في منطقة جنوب شرق آسيا، وهي المنطقة محط نظر هذا التنظيم والتي يحاول القفز إليها والعمل من خلالها كمنطقة بها بعض الصراعات وبها طبيعة من الأرض والغابات قد تساعده نوعا ما، فلو طبقت هذه الثلاثة أشياء، الإرادة الدولية مع وقف التمويل، يمكن القضاء على هذا الفرع بسهولة جدا. هل أمريكا على وجه التحديد دكتور قادرة على الأسباب اللي ذكرتها حضرتك تفعيلها في الفلبين، وهي الإدارة الدولية، الإرادة الدولية، وقف التمويل المباشر، وأيضا وقف عمليات ضم عناصر جديدة، هل أمريكا قادرة على ذلك في الفلبين؟ هو في فترة من الفترات كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتغاضى عن مثل هذه التنظيمات، كما تتغاضى عن جماعة الإخوان المسلمين وحلفاء الإخوان المسلمين وشركائها من الجماعات المسلحة الأخرى. قد يكون ذلك لعملية توظيف لمثل هذه الجماعات في المنطقة، لتفتيت المنطقة في الشرق الأوسط، للضغط على بعض الدول العربية، لكن تبين لها بعد ذلك أن هذه الجماعات قطر داهم ضربات في نيويورك، ضربات في أوروبا، بروكسل، نيس، في باريس، في لندن، في إسطنبول وغيرها من العواصم الكبرى في العالم. هذا كله أدى في النهاية إلى تغير السياسة مع وصول ترامب. أدرك تماما أن خطر الإرهاب سوف يتهدد الحضارة الغربية بالكامل، وأن عليه أن يواجه هذه الجماعات. أعتقد أن هناك سياسة جديدة ستتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة هذه الجماعات، خاصة أن منطقة جنوب شرق آسيا محط نظر التنظيم، وهي منطقة صعبة جدا للغاية وتهدد مصالح الغرب بشكل كبير جدا والتجارة العالمية. ماذا دكتور عن الأسباب التي تجعل من جنوب شرق آسيا محل جذب لداعش، بالإضافة إلى سهولة التمويل المالي من خلال أموال تجارة المخدرات؟ طبعا بلا شك هذه المنطقة مهمة جدا للتنظيم. أولا الأسباب في ذلك التي جعلته يضعها من ضمن أهدافه وجود مجندين وعناصر قديمة جدا من الشيشان ومن طاجكستان وأوزبكستان، كانت موجودة مع التنظيم، تم تجنيدها واستقطابها إلى مركز التنظيم في الرقة والموصل. ثانيا وجود عناصر قديمة وجماعات قديمة هي محطات وسيطة لتنظيم داعش، يعني مثل الجماعة الإسلامية التي كانت موجودة في ماليزيا وفي إندونيسيا، وجماعة أبو سيف في الفلبين وغيرها من الجماعات التي كانت موجودة. هذه الجماعات تعتبر قاعدة كبيرة جدا لهذا التنظيم، ولعلها من الأسباب الرئيسية التي جعلت التنظيم يقفز لهذه المنطقة، خاصة بوجود حركات قريبة منه جدا إلى حد ما مثل طالبان باكستان وطالبان في أفغانستان والمجموعات الإرهابية الموجودة في الهند. إذا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور ماهر فرغلي، خبير جماعات متشددة.